الحسيمي هناك استعصاء كيواجه لاعب فريق الوداد البيضاوي. مرور الان مرور محاوله تمريره فرصه والهدف الهدف اللاعب الهجوج اعتقد ريد الهجوج يسجل لفريق الوداد البيضاوي دقيقه 30. فعلا اللاعب الهجوز يسجل اول هدف في المباراه لفائده فريق الوداد البيضاوي. ورضا الهجوج كان اخر لاعب كيتم تجديد العقد ديالو بعد ان قرر رئيس الفريق السيد سعيد الناصري تجديد العقود ديال 8 ديال اللاعبين املا في زرع الاستقرار المطلوب، الاستقرار المعنوي لدى اللاعبين، لاعبين اللي ارتاح المدرب سيد توتشاك انهم كيشكلوا المستقبل ديال فريق الوداد البيضاوي. فاداره الفريق كل ديال فريق الوداد البيضاوي متابع مره اخرى الاعاده لهذا الهدف ديال رضا الهجوج لاعب المنتخب الوطني.